لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا: أئنك لأنت يوسف. قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. قلنا إن هذا أوان تحقق وحي الله عز وجل، وحي الله عز وجل ليوسف وهو ملقا في غيابة الجب، مضطهدا مظلوما، لتنبئنهم بأمرهم هذا. ها هو يتحقق بعد عشرات السنين. إن وعد الله لا يخلف، وإن استبطأه الناس وتأمل في شرف هذه النفوس وكرمها، فما زاد يوسف صلى الله عليه وسلم على هذه الكلمة في عتابه لهم. رغم شدة الجرم وفداحة الظلم وما عتب عليهم بعدها ولا قبلها بغيرها، وإنما يتأثر مثل هذا مع كمال الغنى بالله سبحانه ومشاهدة منه وفضله، فلا يرد حب الانتقام إلى القلب سبيلا. ومثل هذا القلب الرحيم والصدر المنشرح لا يرد حلاوة بزوال الغل من قلبه. وهذه دقيقة من نعيم أهل الجنة، دقيقة يعني جزء صغير من نعيم أهل الجنة. من نعيمهم قوله عز وجل: ونزعنا ما في صدورهم من غل. فالغل وحب الانتقام مؤلم للإنسان، وإرادة أذية الخلق مؤلمة للنفس أكثر من أذية الناس، وإن كان أكثر الناس لا يفهمون. والمؤمن إنما تنصرف رغبته في الانتصار إلى الانتصار لله عز وجل إذا خولف أمر الله وظهرت معصيته، ولا يدع زبالة الانتقام للنفس تفسد عليه حال قلبه. فاللهم اشرح صدورنا بالعفو واملأ قلوبنا غنى بك عمن سواك، آمين يا رب. وقوله تعالى: قالوا أئنك لأنت يوسف، كان وقع المفاجأة هائلا عليهم. وهل كان يخطر ببالهم أو يمكن أن يجول بخاطرهم مجرد احتمال أن يكون عزيز مصر في ملكه وأبهته هو أخاهم يوسف عليه الصلاة والسلام، الذي باعوه رقيقا في صغره لمن ظنوا أنه يسومه سوء العذاب؟ فقالوا على سبيل الاستفهام والاستعظام والتعجب: أئنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي. فأظهر لهم أخاه أيضا في أحسن حال، وليس رقيقا مستعبدا كما كانوا يظنون. وقوله: قد من الله علينا، فيه شهود نعمة الله ومنته وفضله بالجمع بينهما بعد الفرقة، وبالتمكين بعد الاستضعاف، وبالثبات على الدين والطاعة، ووجود الألفة والمحبة، وغير ذلك مما لا يحصيه أحد. إنه من يتقي ويصبر
فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، وهذه قاعدة كلية عامة لكل زمان ومكان ولكل أحد، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فيه بيان عاقبة التقوى والصبر والإحسان، عاقبة التقوى والصبر والإحسان. فالله سبحانه لا يضيع عمل المحسنين ولا أجرهم، وهم من أحسنوا في عبادة ربهم حتى كأنهم يرونه، فيثمر لهم ذلك الغنى به عز وجل، فيفيض من قلوبهم على الخلق من حولهم رحمة وإحسانا وعفوا وصفحا وغفرانا. والتقوى والصبر من أعظم علامات الإحسان، فهو يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي ويصبر على ما يصيبه، لأن هذا الصبر ثلاث أنواع: صبر على الطاعات، وصبر عن المعاصي، وصبر على ما يصيب الإنسان من الأقدار المؤلمة. والناس في هذا المقام أربعة: منهم من لا تقوى له ولا صبر، فهو في غي شهواته، فإن أصابته مصيبة فهو يئوس كفور، أعوذ بالله، وهو أسوأ الأنواع. لا تقوى عنده ولا صبر، لا على الطاعة ولا عن المعاصي ولا على ما يصيبه من مصائب، يئوس كفور. ومنهم من يتقي عند الرخاء، فإذا أصابته مصيبة فلا صبر له، فيجزع ويتسخط، نعوذ بالله، فلا يصلح لمحبة الله. ومنهم من عنده جلد وتحمل، ولكنه عند تمكنه يكون من أفجر الناس وأظلمهم، عندوش تقوى، شديد الانتقام والبطش إذا تمكن، فهو كذلك بعيد عن الله، ولا ينجو ولا يقترب إلا من اتقى وصبر. فنسأل الله أن يجعلنا من المتقين الصابرين. وقوله تعالى: قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، هنا فقط حصلت التوبة لإخوة يوسف وأخذوا دواء دائهم القديم الحسد. هذا الدواء هو شهود قسم الله وتخصيصه وإيثاره من شاء من عباده بما يشاء من فضله. فأقسموا ليوسف عليه السلام بما شاهدته قلوبهم لأول مرة بعد أن كانوا يرون ظلم يعقوب وضلاله، إذ آثر يوسف وأخاه، حين قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. أول مرة تشاهد قلوبهم قسم الله بتفضيل يوسف، إنه عطاء الله ومنه، وقد أرشدهم يوسف عليه الصلاة والسلام إليه في قوله: قد من الله علينا. فهو لم ينس لنفسه فضلا حتى في مقام الثناء، لم يقل أنا اتقيت وصبرت وأحسنت، بل ذكرها في صيغة العموم والقاعدة الكلية: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فأخذوا الدواء فانحل الداء وزال المرض، واعترفوا حقيقة بالخطيئة، فوجدوا القلب الرحيم الكريم مفتوحا للعفو والصفح بلا تكرار اعتذار ولا محاولة إذلال ولا توبيخ ولا تأنيب، بل يقول مؤنسا: وحشة كسارهم وخزيا كشافهم لا تثريب عليكم اليوم، أي لا تأنيب ولا عتب
ولا أعيركم بذنبكم في حقي بعد اليوم. لم يعاقب بل لم يعاتب بعد ذلك، بل وزادهم الدعاء والمغفرة، يغفر الله لكم. وأتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته ليستجيب سبحانه هذا الدعاء ويفتح لهم باب الرجاء، فيقول وهو أرحم الراحمين. فكما كان هو سبحانه في حفظه ليوسف ورحمته به خيرا حافظا وهو أرحم الراحمين، فكذلك في قبول توبة المسيء النادم ومغفرة ذنب المعترف المنيب الراجع إلى ربه هو عز وجل أرحم الراحمين. ولما كان هذا الرد هو أحسن رد وأكرمه، كان أحسن هو أحسن رد وأكرمه في مثل هذا المقام، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا المقربين منه الخبيرين بخلقه عليه الصلاة والسلام، كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد عايشوا قصص القرآن وأدركوا أثره في النفس والارتفاع بها كانت هذه النصيحة الغالية من علي بن أبي طالب رضي الله عنه لأبي سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب رضي الله عنه حين أسلم قبل غزوة الفتح. وكان قبل ذلك من أشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، رغم أنه ابن عمه، وكان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذيه. وتأخر إسلامه إلى سنة 8، وكان يلقى النبي، فلقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه لفتح مكة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه لما كان يلقاه من أذاه. فشكى أبو سفيان ذلك لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال ائته من قبل وجهه وقل له تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، فإنه لا يرضى صلى الله عليه وسلم أن يكون أحد أحسن مردودا منه. ففعل، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وكان بعد ذلك يدنيه ولا يحجبه ويقول: عسى الله أن يجعل منه خلفا لحمزة. وفعلا قد كان، فقد كان من أشد المدافعين عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين حين فر كثير من أصحابه. فكان بنو عبد المطلب حول النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب حول النبي عليه الصلاة والسلام، من أشد المدافعين عنه. ما أفقه عليا رضي الله عنه وأعلمه برسول الله صلى الله عليه وسلم وسجياه في الكرم والعفو وحسن الاقتداء بالأنبياء قبله، وطلبه محاسن الأخلاق ومعاليها. فكانت نصيحة أثمرت أحسن الثمار وأزالت آثار وحشة العداوة والتأخر والهجاء. وينبغي لمن سامح أخا من إخوانه أن لا يعتب عليه بعد مسامحته، ولا يذكر له التثريب بعد ذلك، وإلا كان
عائدا في هبته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه. وإن كان الاستدلال به مشهورا في هبة الأموال، فهو في هبة الحقوق والأعراض والمظالم أولى. وتأمل كيف أن يوسف صلى الله عليه وسلم وفى لإخوته بما وعد من عدم التسريب، فإنه لما سجدوا له وذكر أباه برؤياه وقال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذا أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. فلم يقل من بعد أن فعل إخوتي ما فعلوا، ولا حتى من بعد أن نزغ الشيطان في قلوبهم ما نزغ، ولا حتى من بعد أن نزغ الشيطان بينهم وبيني، بل بدأ بنفسه فقال: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، صونا لهم من مجرد الحرج والحياء من فعلهم، فنسب الفعل إلى الشيطان وجعله نزغا منه بينه وبينهم. قصة أبي سفيان بن الحارث في مع علي بن أبي طالب ومع النبي عليه الصلاة والسلام أخرجه الحاكم من حديث ابن عباس وصححه ووافقه الذهبي وصححه الأرناؤوط، وذكره في سنن البيهقي الكبرى حين دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة. قوله سبحانه وتعالى: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين، قال ابن كثير: يقول اذهبوا بهذا القميص فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، وكان قد عمي من كثرة البكاء. وأتوني بأهلكم أجمعين، أي بجميع بني يعقوب. وقال الإمام ابن جرير رحمه الله قال: ذكر أن يوسف صلى الله عليه وسلم لما عرف نفسه إخوته سألهم عن أبيهم، فقالوا: ذهب بصره من الحزن، فعند ذلك أعطاهم قميصه وقال لهم: اذهبوا بقميصي هذا. عن السدي قال: قال لهم يوسف: ما فعل أبي من بعدي؟ قالوا: لما فاته بنيامين عمي من الحزن، قال: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. وقوله يأتي يقول يعد بصيرا، وأتوني بأهلكم أجمعين، وجئوني بجميع أهلكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.